أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن اتفاق جدة المزمع التوقيع على نسخته النهائية بين الشرعية والانتقال الجنوبي، الضمانات والمخاوف. تتجه أنظار المراقبين والرأي العام اليمني مع قرب التوقيع على اتفاق جدة بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات حول ما يحمله هذا الاتفاق من بنود ومعالجات ستنعكس على تعزيز موقف الشرعية وإدارة المناطق المحررة. تزامنا مع توارد الحديث عن قرب إعلان نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة غدا الخميس، نفى المتحدث باسم الحكومة راجح بادي تحديد موعد لتوقيع اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وأكد بادي عدم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق معتبرا ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه عار عن الصحة. وكانت صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر لم تسمها أن توقيع الاتفاق في مسودته النهائية سيتم بحضور المبعوث الأممي مارتن جريفيث وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء النقاشات التي رعتها السعودية بين الطرفين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل سيكون هذا الاتفاق خطوة لتصحيح المسار داخل معسكر الشرعية أم خطوة للإجهاز على ما تبقى منها؟ وما هي الضمانات التي تلقتها الشرعية للحفاظ على وحدة التراب اليمني والثوابت الوطنية؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. اتفاقات وهدن ومعاهدات تتوالى في هذا البلد مع كل منعطف وأزمة يعيشها، لكنها غالبا ما تكون أضعف من أن تحدث شيئا في الواقع وأبعد من نوايا الفرقاء والأطراف الموقعة. هذه المرة موعد مرتقب لاتفاق جدة، الخطوة التي يجري تسويقها على أنها تصحيحية داخل معسكر استعادة الشرعية لتوحيد الجهود ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، لكن في المقابل يراها مراقبون بأنها عملية أولى ضمن سلسلة إجراءات ستقضي على الشرعية ككيان ودولة ومشروع جامع بدمج ميليشيات مسلحة واجهت الدولة واحتلت مقراتها وطردت الحكومة من العاصمة المؤقتة ضمن هياكل الدولة. موجة من التسريبات المتناقضة تداولتها وسائل إعلام محلية وخليجية قبيل موعد التوقيع على الاتفاق يوم الخميس، لكن مجمل ما تناولته تلك التسريبات واتفقت عليه تشكيل حكومة جديدة تضمن شراكة المشروع الانفصالي المدعوم إماراتياً وضم التشكيلات العسكرية التي أسستها أبو ظبي ضمن مؤسسات الدولة الأمنية والحكومية باعتبارها قوات شرعية. دمج الميليشيات ومشروعها الذي يناقض المشروع الوطني والثوابت الجمهورية بلا ضمانات حذر منه مراقبون باعتباره تفخيخا لمستقبل القضية اليمنية وتهجينا للشرعية اليمنية وممهدا لإشراك ميليشيا الحوثي الانقلابية في العملية بذات المبررات والحجج التي قبلت بها الشرعية الشراكة مع قوات الانتقال. تثير التسريبات العديد من التساؤلات حول الضمانات والتنازلات التي قدمتها الشرعية تحت ضغوطات دول التحالف للجلوس على طاولة الحوار مع الانتقال. بالتزامن مع ذلك استقبلت العاصمة المؤقتة عدن ومدينة سيئون عددا من وزراء الحكومة فيما يبدو أنه مؤشر حسن نوايا من الطرفين للقبول بالاتفاق واستئناف عمل الحكومة في المناطق المحررة. وفي السياق ذاته يجري الحديث عن تسلم القوات السعودية مهمة إدارة ملف العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة وتأمين المنشآت الحيوية خلفا للقوات الإماراتية التي أعلنت العداء للشرعية وتورطت في ضرب قواتها على مدخل عدن. ترقب للتوقيع على النسخة النهائية لاتفاق جدة الذي سيشهد حضور المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، فيما يظل السؤال المطروح: هل سيمثل الاتفاق خطوة تصحيحية داخل معسكر استعادة الشرعية أم هي خطوة للإجهاز على ما تبقى من كتلة صلبة تدافع عن السيادة والثوابت الوطنية لتتقاسم الأرض والشرعية ميليشيا الانتقال جنوبا وميليشيا الحوثي شمالا؟
إذن ولمناقشة أوسع ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي والعسكري عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، مرحبا بك معنا. تحية لك ولضيوفك الكرام. نعم سيد عبد العزيز، هناك تسريبات مختلفة ومتناقضة حول ما يجري تداوله لبنود اتفاق جدة. ألا يبعث هذا الغموض في طبيعة الاتفاق على المخاوف والتهديد لمستقبل القضية اليمنية بداية؟ طبعا التسريبات، كل طرف يسرب حسب الأمانية التي يرغب بها، يعني أو الأحلام التي يرغب بها، أو لتهيئة الجمهور التابع له لما سوف يحصل. لكن أيا كان الاتفاق فهو أمر جيد، طالما إذا لديك مشكلة فإما أن تحلها بالقوة أو أن تحلها بالمفاوضة وبالسلم. فطالما أن القوة عاجزة عن حل أي مشكلة فلا بد من اللجوء إلى المفاوضات. وأعتقد أنه من هذا البرنامج في البداية، وعندما كانت الحكومة ترفض المفاوضات مع الانتقالي، قلت ليس أمامهم إلا المفاوضات. الغموض الذي يكترف الاتفاق دليل على أنه حتى الآن لم يتم على وجود نقاط خلافية لم يتم الاتفاق عليها، مثلا مثل إشراك مكونات جنوبية أخرى إلى جانب المجلس الانتقالي، هذا إحدى النقاط الخلافية. قضية أيضا من ضمن النقاط الخلافية إشراك المجلس الانتقالي في الحل العام القضية في المفاوضات النهائية القضية اليمنية. للعلم أن الأمم المتحدة أو مندوب الأمم المتحدة جريفيث في أكثر من مرة يصرح على أن المشكلة هي بين الشرعية والحوثي وأن الانتقالي خارج اللعبة. ما سوف يجريه هو شرعنة لدخول الانتقالي، إذا تم الاتفاق على هذه النقطة هو شرعنة لدخول الانتقالي ضمن المفاوضات النهائية. حقيقة كيف سوف يكون مستقبل اليمن بعد هذا الاتفاقية؟ نحن شاهدنا عددا من الاتفاقيات، أتذكر اتفاقية العهد والاتفاق عام 94، اتفقوا اليمنيين لتنفجر الحرب بعدها مرة أخرى، اتفق اليمنيين في اتفاق السلم والشراكة لتنفجر الحرب بأشد ما كان قبل الاتفاق. الأهم في بنود أي اتفاق هو تنفيذ على الأرض. نعم تفضل بالبقاء معي سيد عبد العزيز. ينضم إلينا أيضا من إسطنبول صلاح باتيس، عضو مجلس الشورى. سيد صلاح، مع قرب موعد اتفاق بين الشرعية والانتقالي، كيف تنظرون إلى المخاطر التي تهدد الشرعية خصوصا بعد هذا الاتفاق إذا تم التوقيع عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهنئ وأبارك لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وللقيادة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية وحكومته الشرعية والجيش الوطني والقوى الوطنية المؤيدة للشرعية بمناسبة ذكرى الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر والاستقلال في 30 من نوفمبر. ونسأل الله أن يديم على الشعب اليمني انتصاراته حتى الوصول إلى اليمن الآمن والمستقر، اللهم آمين. حقيقة وأنا أتابع ما تم تسريبه من اتفاقيات أو مسودة للاتفاق أو ما يسمى بمسودة اتفاق جدة من أكثر من طرف، أجد أن تسريب هذه المسودة وهي مشوهة، كل طرف يسوقها بالطريقة التي تحلو له، الهدف منها إفشال ما يمكن أن يكون اتفاق لحقن الدماء وتوحيد الصف وتوحيد الكلمة وجمع الجبهة الوطنية مرة أخرى. لكن سيد صلاح، أنت تتحدث عن أطراف وأنت جزء من الشرعية، وأيضا هناك التسريبات تؤكد هذه التسريبات أو تهيئ أن وزير الإعلام يؤكد ضمان اتفاق جدة لوحدة التراب اليمني والثوابت الوطنية، أيضا هناك مقدمات إلى تؤكد أن هذه التسريبات قد تكون حقيقية في مستقبل قريب. لا نختلف أخي أن هناك محاولة بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للملمة الصف خاصة في الجبهة الوطنية المناهضة للانقلاب الحوثي وللمشروع الإيراني في اليمن، لا نختلف على هذا، لكن المشكلة هي في تسريب مسودة مشوهة، كل طرف تلقى
تسريب معين وروج له لأنه رأى ما فيه يحلو له. الجهة التي سربت هذه المسودة أنا حقيقة أشبهها بالجهة التي سربت مسودة الدستور اليمني الاتحادي بعد مخرجات الحوار الوطني، وهي مشوهة أيضا لتهيئة المناخ وتهييج الشارع للانقلاب عليها، وحدث ما حدث. لذلك أنا أدعو إلى صحوة حقيقية وإلى فطنة وإلى انتباه وحذر من أن يكون هناك تماهي وتعاطي مع تسريبات لا أساس لها من الصحة. هناك نقاشات تدور بشكل صحيح، هناك إشراف مباشر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، هناك تعاطي من الحكومة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية واللجنة المكلفة بمناقشة هذا الأمر مع الوفد الإماراتي ومع وفد المجلس الانتقالي، لكن لم يصح حتى الآن أي تسريب من هذه التسريبات أنه صحيح. الذي أدعو له أن نشجع أي تقارب في إطار المرجعيات الثلاثة المتفق عليها، في إطار جمع الكلمة، في إطار رص الصف، في إطار توحيد الكلمة وبسط نفوذ الدولة على الأراضي المحررة، حتى يتفرغ الجميع ويتجه الجميع نحو الهدف الحقيقي لإسقاط الانقلاب. نعم سيد صلاح، لكن في حال صح أن هذه الجهود السعودية وأيضا لوضع تقارب بين الأطراف في الشأن اليمني الجنوبي بالذات، ما هي الضمانات التي تلقتها أو ستتلقاها الشرعية للحفاظ على وحدة اليمن والثوابت الوطنية في ظل إشراك كيان لا يؤمن بتلك الثوابت بل ويعمل على تقويضها؟ في تقديري الضمانات ثلاثة، يأتي من خلال ثلاث خطوات. الخطوة الأولى دمج كل الوحدات العسكرية التي تشكلت في المناطق المحررة ولا تخضع لسلطة الشرعية، لا لوزارة الدفاع ولا لوزارة الداخلية، وخاصة الأحزمة الأمنية والنخب الشبوانية والحضرمية والمهرية والسقطرية وغير ذلك، ألوية العمالقة، حراس الجمهورية، كل التشكيلات العسكرية التي تدعي أنها تقاتل الحوثي وتخضع لدعم من التحالف العربي ولا تخضع لسلطة الشرعية ينبغي أن تدمج في وزارتي الدفاع والداخلية التابعة للحكومة الشرعية. هذه الخطوة الأولى والضامن الأول. الخطوة الثانية والضامن الثاني هو دمج التشكيلات السياسية التي تشكلت في المناطق المحررة في الشرعية من خلال تشكيل حكومة مشتركة يتمثل فيها الجميع ويشارك الجميع في إدارة هذه المناطق المحررة حتى يشعر الجميع أنهم شركاء في إدارة الدولة. الأمر الثالث والخطوة الثالثة والضامن الثالث عودة السلطة الشرعية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية أو مؤسسة الرئاسة والحكومة والقوى السياسية المؤيدة للشرعية إلى الأراضي المحررة انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك المؤسسات التشريعية كمجلس النواب والشورى والقضاء والنيابة وتفعيل مؤسسات الدولة في هذه المناطق المحررة كما ذكرت انطلاقا من العاصمة. ماذا عن الضمانات الإقليمية والدولية؟ لسنا بحاجة إلى ضمانات إقليمية ودولية، لم يربك المشهد اليمني ولم يخلط الأوراق في المشهد اليمني ولم يؤجج الأزمة في اليمن إلا تدخلات الإقليم والعالم. نعم. الأصل أن يعتمد اليمنيون على أنفسهم. نعم. يدمجوا الوحدات العسكرية. تفضل. يحكم بينهم حسن ظن، يبسطوا نفوذ الدولة على 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 كل الأراضي، يوحدوا كلمتهم، يصطفوا خلف الرئيس الشرعي، ينطلقوا نحو تحرير عاصمتهم. لكن سيد صلاح، تعرف أن ملف القضية اليمنية يعني مرتبط بالشأن الإقليمي وليس الدولي. هذا تفكك الدولة وتفكك المجتمع اليمني والقوى السياسية اليمنية والقوى الوطنية اليمنية هو الذي جعل الملف اليمني يكون رهينة للخارج، لكن إذا اتفق اليمنيون واجتمع اليمنيون لا يمكن. نعم. لأحد. نعم. أن يتدخل في شأنهم الداخلي وسيتجه نحو تحرير عاصمتهم. نعم. واستعادة دولتهم وبناء دولتهم بعد. نعم. ذلك إن شاء الله. ابقى معي سيد صلاح، نعود إلى ضيفنا من الرياض عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، إلى أي مدى ستساهم خطوة تصحيح معسكر الشرعية وتطبيع الحياة في المناطق المحررة في مسألة التعجيل بتحرير المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي؟ أنا نتمنى هذا، يعني أن يكون الاتفاق يعني من أجل تحرير بقية المناطق اليمنية، لكنني أعتقد أن التسوية بين الانتقالي والشرعية هو استعداد للتسوية الشاملة، تسوية القضية اليمنية ضمن القضية الإقليمية، إيران ودول الخليج.
فأنا أعتقد كذا أنه تهيئة للتسوية القادمة. الأخ صلاح بعتيس يعني ذكر على أن تدخلات الإقليم أو في المبادرات اليمنية والضمانات الإقليمية تؤثر سلبا، وهذا صحيح. حضور جريفيث ومندوب وبعض المندوبين الأمم المتحدة عفوا السفراء الدول الراعية لحضور الاتفاقية معناها تدويل القضية الجنوبية، يعني خرجت من الإطار الإقليمي إلى الإطار الدولي. لكن سوف نسلم جدلا أنه سوف يتم الاتفاق ما بين الشرعية وبين الانتقالي ودمجت القوات. إذا انتهت المهاترات والمناكفات السياسية نعم سيد، وتشكيل غرفة عسكرية موحدة، أعتقد نعم سيد عبد العزيز الأمر نعم أعتقد نعم. أن الأمر سوف يؤدي إلى انتصارات ساحقة على الحوثي. نعم نعم. بالنسبة للملف العسكري التي تطرقت إليه، تسلمت القوات السعودية مهمة تأمين المنشآت الحيوية وإدارة ملف العاصمة المؤقتة عدن حسب المعلومات الأخيرة والمناطق المحررة، بعدما أعلن أنه تم مغادرة القوات الإماراتية منها. ماذا بإمكان السعودية أن تضيف في هذا الملف، وما مدى قدرتها على التأثير في الكيانات والتشكيلات المدعومة من الإمارات هناك؟ والله إذا كانت السبق عندما بدأت الشاعة أن الإمارات سوف تغادر اليمن، قلت أن بقاها أفضل من مغادرتها، لأن الإمارة يعتمد على تدخل الإمارات وكف يدها عن اليمن. فهي قد تغادر، لكن سوف تستمر بتمويل الجماعات أو القوات التي تؤيدها، وبالتالي فسوف يكون خطر الإمارات أخطر بعد خروجها. بالنسبة عندما نتكلم عن خروج الإمارات، نحن نتكلم عن خروج الجيش الروسي من أفغانستان 500 ألف جندي، أو خروج أمريكا من العراق، أو خروج قوات الحلفاء من أوروبا، يعني ما يقارب من 3 مليون جندي. نحن نتكلم عن 2000 جندي خرجوا، يستطيع اللواء السعودي أن يحل بدلهم. لكن يعتمد القدرات السعودية على إدارة أو القيام ما كانت تقوم بها الإمارات على كف يد الإمارات من التدخل في هذه المناطق. أعتقد أن السعودية سوف تنجح، والجميع الأطراف تحترمها سواء الانتقالية أو الشرعية. لكن تدخل الإمارات من تحت الطاولة هو الأخطر، فعندما كانت موجودة ومن فوق الطاولة فكانت هي المسؤولة. الآن خروجها وتدخلها من تحت الطاولة سوف يكون خطير، قد تحدث تفجيرات، قد تحدث عمليات اغتيالات. نعم. إذا كانت الإمارات تريد ذلك، أما إذا الإمارات صادقة في خروجها فأعتقد أن الأمر سهل ويسير بالنسبة للقوات السعودية. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد الهداشي. نعود إلى ضيفنا صلاح بعتيس عضو مجلس الشورى. سيد صلاح، ماذا عن الأحزاب والقوى الوطنية؟ كيف غيبت وغيب صوتها من هذا الاتفاق الذي يرسم ملامح المسار السياسي والشراكة المستقبلية؟ سيد صلاح بعتيس، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد صلاح بعتيس عضو مجلس الشورى. نعود إلى ضيفنا عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، السؤال أيضا موجه لك، ماذا عن الأحزاب والقوى الوطنية؟ كيف غيبت وغيب صوتها من هذا الاتفاق الذي يرسم ملامح المسار السياسي والشراكة المستقبلية في اليمن؟ الأحزاب السياسية لم تغيب، هي جزء من الشرعية، سواء كان التجمع اليمني للإصلاح، سواء كان المؤتمر الشعبي العام، جناح رئيس الجمهورية، فهذه المكونات الحزبية والسياسية موجودة ضمن إطار. أتحدث عن الاتفاق الجديد هذه والتسريبات التي تضمنت. هو الاتفاق الجديد، الشيء هو اتفاق بين الشرعية والانتقالية، الانتقالي طرف والشرعية والشرعية طرف. الأحزاب التي تؤمن بالشرعية ومنها التجمع اليمني للإصلاح وبعض فصائل المؤتمر الشعبي العام، هذه ضمن الشرعية أو مفوضة الشرعية. بالنسبة للانتقالي فهو قائم رأسي لأنه غير معترف بالشرعية. لكن ماذا عن المكونات الخارجية والمكونات العسكرية؟ هي الأخطر التي خارج بطاقة الانتقالية وخارج بطاقة الشرعية، مثل
ألوية المقاومة الوطنية مثل ألوية العمالقة، ماذا عن دور هؤلاء؟ هؤلاء هم الأهم. الذي أحب أن أقوله لك يعني على أنه القوات الانتقالي وجدت على الأرض، وللأسف الشديد أقول للأسف الشديد أن هذه القوات فقط هي التي تقاتل الحوثي منذ أكثر من عامين الآن. المعارك في الضالع وبقية الجبهات راكدة. نتمنى أن يؤدي الاتفاق هذا إلى تكوين غرفة عمليات موحدة والتنسيق بين كافة الفصائل الجيش الوطني. وكما نتمنى إدراج ألوية الطوارق أو ألوية المقاومة الوطنية، ألوية العمالقة، المقاومة التهامية ضمن الاتفاق، وأن يتم ترقيمها وإدراجها ضمن القوات المسلحة، وأن تخضع للوزارة الدفاع والرئاسة الأركان. نحن مشكلتنا الآن لدينا تنظيمات كثيرة خارج نطاق الشرعية بالنسبة للأحزمة الأمنية والنخب، هذه تدمج مع قوات الأمن، وهذا إذا صدقت النوايا سوف يؤدي إلى تأمين المناطق المحررة كاملة. نعم بالنسبة لصدق النوايا، وتحدثت وأشرت إلى أن هناك جبهات واقفة سواء كان في الحديدة وأيضا في الضالع وفي مناطق جنوبية كثيرة. بالنسبة لضم تشكيلات العسكرية المدعومة من الإمارات ضمن مؤسسات الجيش والأمن حاليا في حال تم توقيع الاتفاق، ألا يهدد عقيدة القوات الوطنية وثوابتها؟ القوات الجيش الوطني تقصد؟ الجيش الوطني عقيدته منهارة تقريبا. يعني دعنا نخلي البساط أحمدي، يعني عندما تقوم بتعيين قيادة ألوية على سبيل المثال، يعني الذي حدث في كتاب مؤخرا، عندما تعين واحد يعني قريب من الحوثي جدا حتى ولو كان انتماءه المذهبي مختلف، ويقوم هذا القائد بتعيين أولاده وأولاد أخيه وأولاد عيال عمه للمحور كامل وإبعاد كل القيادات الوطنية، بالتالي بتكون العقيدة الوطنية مهزوزة. نعم. عندما تقوم بتعيين لحظة، عندما وأنت تقاتل في الجبهة تقاتل المداني في الجبهة، ثم تعود إلى مارب لتجد المداني مدير عليك، عندما تقاتل الكحلاني في الجبهة ثم تعود وقد تم تعيين الكحلاني أخوها وابن عمه مسؤول عليه في الجبهة، يا أخي العقيدة القتالية فقدت منذ أن تم تعيين الهاشميين في قيادة الجيش الوطني. أبناء عمومة الذين يقاتلون في الجبهات نعود وقد تولوا المناصب في مارب. الجيش الوطني فقد العقيدة القتالية عندما تم تعيين مسؤولين فاسدين مجموعة من اللصوص والنعابين والسرق. نعم سيد عبد العزيز، ليس لدينا الوقت الكافي، نعتذر عن مقاطعتك، وأيضا الشكر لك على المداخلة معنا. نعود إلى أو ينضم إلينا الضيف من اسطنبول الصحفي علي الفقيه، عبد الرقيب الهدياني من عدن. سيد عبد الرقيب المحلل السياسي، إذا اتفقت كل التسريبات الواردة بخصوص اتفاق جدة على إشراك المجلس الانتقالي في الحكومة المزمع أعلانها، ماذا ستضيف هذه الشراكة لأداء الانتقالي، وماذا عن المخاوف من إضعاف الشرعية من الداخل بعد التوقيع على هذه الشراكة؟ التحية لك أولا ولمتابعي القناة بموجب التسريبات وما رشح من يعني المسودة السعودية أو حوار جدة، أن المجلس الانتقالي سيكون شريك في تعديل حكومي قادم. الأصل طبعا أن المجلس الانتقالي كان شريكا قبل أن قيادة الصف الأول في المجلس الانتقالي قبل إنشاء المجلس الانتقالي وإثناء إنشاء المجلس الانتقالي كانوا جزء من نفسه. ما الجديد الذي سيأتي به هذه المرة برأيك؟ العودة هنا والشراكة في إطار الحكومة الشرعية يعني استيعاب هذا المجلس الانتقالي وإسقاط ورقته وشعاراته بأنه يدعو للانفصال وأنه لا يقبل إلا فك الارتباط وأنه يعني يتخلى عن هويته اليمنية. هذا الإشراك بقدر ما يعبر عن يعني مخاوف مستقبلية، لكن له إيجابيات أهم، وهي إحراق شخصية هذه القيادات والمجلس الانتقالي عموما أمام شارعه أمام مناصريه بالدخول في الحكومة الشرعية
لليمن يكون قد قضى على أو أسقط وأحرق وتبخرت كل شعاراته التي كان ينادي بها ويزايد بها على القضية الجنوبية وعلى الجنوبيين. سيكون هذا الاشتراك طبعا في إطار المكونات الجنوبية الأخرى، هناك مكونات داخل الحراك الجنوبي يعني يتضمنها هذا التعديل أو هذا الاستيعاب الجنوب عموما بشرعية الشرعية والأحزاب والمكونات الأخرى. لكن سيد عبد الرقيب بالمقابل تراك طبيعية في إطار احتواء المشكلة. نعم، بالمقابل قبول الشرعية بالجلوس على طاولة الحوار مع قوات الانتقال الانقلابية أو المتمردة، ألا يسقط أو يسقط مبررات رفضها الجلوس على طاولة حوار مع ميليشيا الحوثي والقبول بشراكتها؟ الحوار مع مكونات المجتمع اليمني تحت مظلة الحكومة الشرعية وتحت مظلة النظام والقانون ورفض الملشنة ويعني وضع السلاح وأن تحتكر الدولة الشرعية القوة في وزارتي الداخلية والدفاع، يعني هذا متاح أمام كل المكونات اليمنية. ما خرجت أو ما ظهرت من جنود في الاتفاق تجرم الملشنة وتؤكد على أن الدولة وحدها هي التي تمتلك القوة وتجرم أي مكون سياسي يعني يمتلك ميليشيات. نعم، سؤال أخير. نعم، لو قاطعتك على ضيق الوقت، سؤال أخير، ما خطورة تقديم التنازلات من قبل الشرعية واستجابتها لضغوطات التحالف من غير أي ضمانات للحفاظ على وحدة والوحدة والثوابت الوطنية الأخرى؟ نعم، هذا هو الأهم، أن الحكومة الشرعية اليوم أصبحت مرتهنة للضغوطات السعودية. تحديدا اليوم خرج علينا قبل ساعات ناطق الحكومة وتحدث ويمسي يعني بعض ما صدر عن عبر الإعلام عن جنود اتفاق جدة، وبما يعني أن هناك ضغوط كبيرة تمارس على الحكومة. هذا الارتهان يهدد اليمن ويهدد سيادته ويهدد يعني السلم الاجتماعي في اليمن ويفتح الباب لهذه النتوءات وهذه المشاريع الصغيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. على الحكومة أن تستشعر واجبها القانوني، واجبها تجاه شعبها، وأن لا ترضخ لهذه الضغوطات. هي قوية بشعبها، قوية بتمسكها بالثوابت الوطنية، وستجد أن الشعب يسندها وستنتصر في النهاية، لأنها الشرعية والعالم يعترف بها ولا يعترف بهذه المكونات الطارئة والمشاريع الصغيرة. نعم، عبد العزيز الهداسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عدن، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الكرام عبد الرقيب الهدياني، وأيضا ضيفنا من اسطنبول صلاح باتيس، وأيضا عبد العزيز الهداشي كان معنا أيضا. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام، والتحية لمعد الحلقة أمين صالح بارفيد والفريق الفني، وإلى اللقاء.